L'âge d'or. رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم حتى للحديش. الرحب من جديد بضيوفي. أهلا وسهلا من جديد مدام ينس محمودي أخصائي تقويم البصر. أهلا وسهلا ومرحبا بيك سهيد مغندري مشرف على الصالون الصالون اللي يعنى بكبار السن والمسنين. أهلا وسهلا وسي جمال عامر نائب رئيس جمعية العسكريين المتقاعدين اللي كانت ختمنا معاك قبل الأخبار وحكينا على الوضعية نوعا ما الصعبة وقلنا باش نرجع على فكرة تأسيس الجمعية. سي جمال كيف جات من الأول؟ الفكره من الاول كيف جاتنا؟ جاتنا احنا بما معناها تم وضع جمعيه فقبلها باش نحطوا اهداف. باهي الفكره العامه هذه كيف هي جاتنا بعد الثوره؟ ايوه باهي بعد الثوره خممنا معنا باش نكونوا جمعيات. انا في الوقت هذاك مازلت مباشر مست نخدم زملائي اللي قبل يوم اللي كونوا الجمعيه فهمتني. الهدف نتاعها هو لم شمل العسكريين المتقاعدين في درجه اولى في كامل التراب الجمهوري باحتاث مكاتب جهوية مكاتب محلية فهمتني. العناية بعائلات الشهداء والجرحى تقديم مساعدات لذوي الاحتياجات فهمتني. كنا نخمو زادا في الترفيه والرحلات والفنادق وكذا فهمتني. تسهيل العمليات الصحية من استرجاع مصاريف للمتقاعدين داخل الجمهورية استخراج بطاقات العلاج وهذا هو الهدف الأساسي اللي عملنا عليه معنا وخدمنا عليه وقاعدين ناجحين فيه فهمتني. باي حيث المتقاعد في قبلي ولا في ذهيبة ولا في جرزيس ما ينجمش يجي لتونس باش يستخرج بطاقة علاج. اي فالجمعية موجودة يبعث لنا الملف نتاعو واحنا نتواصلوا مع اداره الصحه العسكريه مشكوره سهلت لنا في العمليه ونستخرجوا البطاقه نتاعو ونرجعوها له في جواب واضح هذا. لذلك نختصر وقت المصاريف اللي اكثريه الناس مش قادر عليها فهمني. باش يتحول لك من الحدود التونسيه معناها من ذهيبه ولا من قبل الفوار باش يجي لتونس مصاريف كبيره. هذا اذا كان ما يلقاش روحه ناقص ورقه في الملف فهمني مش عاود يرجع. هذوما احنا كجمعيه مواظبين عليها الى يوم من هذا والى غدوه وقاعدين نخدموا فيها معناها نسهلوا على الزملاء المتقاعدين التحول الى العاصمه. هذا هي جانب افاده مهم برشا. جانب افاده ومعاونتنا في وزاره الدفاع بصراحه. سي جمال قداش فما منضوين؟ نستسمح حق قداش فما منضوين؟ والله في الوقت الحاضر نقصوا شويه، اما في البدايه كانوا عندنا منخرطين معناها فهمتني؟ اي وصلنا حتى قرابة يمكن 1500 منخرط كامل تراب الجمهورية. الوقت الحاضر لا نقصوا الوقت الحاضر نقصوا برشا. علاش يقول قايل لنا والله اي الاسباب معناتها الاسباب معناها شو نقول لك كل حد واسبابه. فما اللي حتى تلهي في كان نقولوا حياته الخاصة حياته الخاصة وما يعطيش اهتمام من الجمعية. بالنسبة لجمعيتنا احنا كنا في مقر معناها تابع بلدية تونس في نهج الباشا. والله كانوا عندنا منخرطين كانوا يجيونا معناها وكل شيء. تفكرنا المقر قعدنا مده بلاش مقر توا ننشطوا في مقر زملائنا في العمران. اي جميع قدماء ضباط الجيش الوطني مشكورين عطاونا معناها المقر على ذمتنا فهمتني. تبقينا مقر ماهوش ملكك ما تنجمش تستدعي اللي يجي وما يجيكش اللي يجي فهمتني. احنا لو تكرم وزاره الدفاع وتعطينا مقر خاص بينا فهمتني نجموا نخدموا اكثر. باهي سي جمال قدا عندها الجمعيه ملي تأسست؟ من 2011 سنه 2011 تأسست. باهي ما قمتوش هكا ما لاحظتوش اللي ما فيها باس كان الجمعيه بك الاعضاء المهمين اللي من الاول قرابه 1500 انه تحضروا جمله من المطالب وتتوجهوا بها لوقتها من وقتها لوزاره الدفاع؟ والله المطالب احنا نتوجهوا بها رسميا لوزاره الدفاع. فما مطالب تتحل وفما مطالب مازالت في طور انجاز فهمني. ما نجموش نطلبوا حاجه مستحيله على وزاره الدفاع فهمني. احنا نترقبوا في الوقت الحاضر في محل فهمني. الواحد كيبدا عنده محل خاص به وخاصه احنا ما عندناش دعم فهمني. ما نجموش نستوعبوا التسويق محل فهمتني. وما وضوء ماذا بينا لو وزاره الدفاع تكرم علينا وتعطينا محل يكون نشاط اكثر واحسن.
كما قلنا الجانب المادي معناتها مهم ومهم برشا، لكن ديما راهو يتماشى مع الجانب الصحي اللي راهو فما برشا متقاعدين. ربما معناتها الاسباب هذايا ربما اللي لصعوبه المعيشه اليوم، وسمعناها برشا راهو في كل نهار جمعه يجوا بحذانا الجمعيات ويقولوا لنا لا يا لبنى راهو مستوى العيش راهو تبدل بعد التقاعد، ولا نعيش في مستوى عيش اخر، ربما هذايا ياثر على اللهوه برشا بالصحه نتاعو. ونرجع معك مدام إيناس، وين حكينا قبل شوية في فترة الأخبار على من بين هذا هو كيفاش أن نفسروا، حكينا على ازدواجية البصر ونحكيه اليوم زاد على طول النظر الشيخوخي كان فسروه هو سان فينومين فيزيولوجيك. هذه يا لبنى يجي للناس الكل من عمر 45 سنة بصفة عامة، لكن فما ناس أخرين ينجم يكون عندهم مشاكل في النظر من قريب، طول النظر ليزيبرميتروب. المشكل هذايا يبدا لهم على بكري شوي في عمر 40 سنة، يبدا المشكل إل سو مانيفيست. الناس هذوما باش يوليو يلبسوا مرايات من قريب على خاطر باش يولي عنده صعوبة كبيرة، وإلا نجمو نحكيو حتى على مشكلة كبيرة ياسر في انه يشوف حاجة من قريب، كو سوا بوغ ليغ بوغ اكخيغ، اللي هو يولي يتقلق، دونك يولي ملزوز باش يلبس دي فيغ دو بخي. لكن هالانسان هذايا اللي باش يلبس دي فيغ دو بخي ينجم يكون عنده ديجا مشكلة في النظر من بعيد. دوك هوني كيفاش باش يقعد يولي يلبس مرايات من قريب ومن بعيد يبدل ياسر حاجة متعبة ومزعجة، هذا هو هانديكابونت بارفوا. اي فهمت. دوك نتلازو ان اون بريسكري دي فيغ بروغريسيف، طبيب العيون لوفتالمو باش يعطيه دي فيغ بروغريسيف اللي هما مقسومين من اللوطة للرؤية من قريب ومن الفوق للرؤية من بعيد. هاللي فيغ هذوما لبنى جينيرالمون ان نو لي سوبورت با فاسيلمون، يقلقوهم اوكي، يعملوا لهم دينوزي، يعملوا لهم دوخه، يعملوا لهم حتى الرؤيه المزدوجه، فهمت. دونك انا دوري هوني اني نعاونهم انهم يل سوبورتو ميو لور كوريكسيون اوبتيك بطبيعه اترافير لا ريدوكاسيون، حصص تقويم عيون يعاونوهم على انهم يل سوبورت لور كوريكسيون اوبتيك ويوليو كي يلبسوها ترتاحهم انهم با تكون سبب في قلق. اوكي. فما زيد مشكل اخر، فما لا فاتيك فيزوال، احنا كي حكينا قبيله قلنا معناتها الخدم الكل بريس كولي تور ايكران، لكن مش هذيك برك الغوتريتي زيد ولا يستعمل دو بلوز اون بلو لي زيكران هكا، ولا كو سوا بور لي لوازير ولا باش يقعد ان كونتاكت افيك سي بروش، تلقاهم صغارهم يعيشوا لبرا ولا ولا اللي هو، دونك تلقاه يستعمل سويع طويله كيما شي شي لو جون يصير قلق ويصير اجهاد لعضلات العينين، كيف كيف لا بيرسون اجي يصير لها نفس القلق. دونك هوني احنا اون فا انترفونيغ بور كالمي هكا لي سامبتوم اللي يجيو من الاجهاد هذيك، باش ينجم يتخلص من وجيعة الراس، من الدوخه، من لي نوزي، القلق الاكسيسيف للضوء. هذا ناتج على الاستعمال، على اجهاد العينين. هي الاستعمال المطول يعطينا اجهاد، والاجهاد يعطينا لي سامبتوم اللي حكينا عليه. وهذايا نحكيو ديما لهنا نحكيو على كل الاعراض هذيا اللي تظهر عن استعمال الشاشات نحكيو مسنين ولا نحكيو هي عند الناس الكل، لكن المسن اي ني با على بغي، خاطر قبل المسن كان ما يستعملش، ما كناش نحكيو عليه في الفولي هذايا، لكن توا المسن ولا يستعمل اكثر من الجون، خاطر عنده وقت اكثر قاعد في الدار، والا عنده اوقات فراغ كبيره باش يمليها. وتعدى علينا كوفيد، قعدنا برشا في الدار، كيف كيف فصل الشتاء ما يشجعش يصير على الخروج، دونك يعدي برشا وقت في الدار، هذا الكل يشجع على استعمال الشاشات. راهو الشاشات بانواعها الكل، راهو مانيش نحكي على التليفون ولا ايباد هكاهو، لا تلفزيون كيف كيف، اي نوع متاع شاشه هو عنده تأثير على عضلة العين. اليوم الإشكال هذا إذا اليوم اكتشفنا حتى الناس اللي تسمع فينا هاوكا تقول لنا راهو طول النظر الشيخوخي يظهر من عمر 45 وساعات حتى قبل 40 سنة، معناتها ردوا بالنا، حكينا على الشاشات شنو الإشكاليات نتاعهم، معناها اليوم مهم برشا، راهو كل ما هو تقويم بصر راهو حاجة مهمة برشا. ونذكروا ديما اللي قلنا راهو الوظائف الطبيعية العادية للعين راهي تأثر على الجانب العقلي والنفسي والجسدي لصحة الإنسان. نرجع معك سي جمال، اذا خلينا نشوفوا بالوضعيه هذه المتقاعد ينجم يتبع بالكدا معناتها الصحه نتاعو، ولا خلينا نقولوا حاجه تنسي في حاجه اليوم. والله ايش باش نقول لك، المتقاعد كما كانت تحكي الدكتوره معناها حاجه جديده، معناها
وسائل التواصل الاجتماعي هذيا شد فيها من الصباح لليل هذاك علاش توا معناها فهمني نشوف من روحي انا نحل هنا هي تول نحل الايباد هذا فهمني صحيح معناها تو متقاعد لازم يتجنب ال يحاول ياخذ اوقات معينه. شنو النصائح مثلا؟ النصائح ما يلزموش يفوت اربع سوايع في النهار مثلا. صحيح. انا نوصل ثمانيه سوايع ساعات تطلع الكل يسمع ثمانيه سوايع ياسر. هذا سي جمال شوف مادام الناس ما اكثرش من اربع سوايع. الاهم من عدد الساعات بنقينا نشوف اللي اهم من عدد الساعات هو كل قديش ناخذوا اون بوس. معناتها مش كيما نعدي ساعة كاملة ورا بعضها كيما كل 20 مينوت ناخذ اون بتيت بوز نغزر من بعيد نقوم بطبيعتي نعمل دورة منها نتحرك منها نغزر الحاجات بعيدة شوية على خاطر على قد ما اون فيكس ان اوبجي دو بري مهما كانت طبيعته اي سورتو لي زيكران على قد ماني قاعدة نتسبب في ان ستريس فيزوال هو ضغط واجهاد على العين وعلى عضلاتها دونك كما قال سي جميل هكا الاربع سوايع هذوكم نحاولوا نقسموهم اون لي فراكسيون كيما عند الصغار نحاولوا نقسموهم 20 دقيقة ونرتاح حتى نعمل ان بتي رابيل على التليفون ولا نشد الوقت في مخي نقوم نعمل دورة ونرجع فهمت نقسمها على طول النهار كيف كيف نحاول نريقل لا لومينوزيتي اي لو كونتراست نتاع ليكرون تاعي اون فونكسيون دو لا لومينوزيتي دو لا بيس مش كيما انا قاعد في بيس ضاوية كيما قاعد في ظليم اللي هو ظليم بطبيعه ما ننصحش به بالكل ان نبداو في اون بيس سومبر ونشدو تليفون ولا ايباد فهمت كيف كيف لا تاي دو 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 دي كاركتير مش كيما حاجه صغيره برشا دونك باش تتطلب مني مجهود كبير كيما دي كاركتير كبار سورتو لي كبار السن ماذا بينا دي كاركتير كبار وواضحين كيف كيف قلنا لي بوز وترميش العينين احنا لبنا اون اتوندونس على قد ما نركزوا في حاجه على قد ما سي فيزيولوجيك سي ناتشورال ان نوليو نرمشوا اقل بيسر من العاده هذا هو دونك اون دوا بروفوكي الترميش نقول لروحي رمش دونك جو الفي اكسبري باش العين ما تقعدش شايحه باش هيك لو ليكيد لا كريمال يجي يغذي لنا العين وما يخليهاش تشيح معناتها نفكر روحي وانا شاده الشاشه راهو ما فيها بيس كي نرمشوا عينينا راهي حاجه مهمه معناتها حركات ربما بسيطه لكن ما فماش التوعيه معناتها بالقدر الكافي قبل ما نختم باش نرجع لكل حد يعطيني كلمه الختام يعطيني الرساله يعطيني المطالب اليوم وباش نرجع معك زاد مادام ايناس كان فما نقطه ما طرقناهاش خلينا نوضحوها نبدا معك سي جمال بالنسبة للمطالب مطالب كثيرة يا سيدي اللي فما حاجة متعرضة لهاش هو الراتب والاقتطاع الفصل 37 من قانون 43 سنة 2007 هذا الفصل هذايا بالنسبة للمتقاعدين نقولوا هبط عليهم كالسيف يعني تصور انت بعد 3 سنوات من كل زيادة في الراتب يتم اقتطاع 14.5% اللي كان المشغل يدفع فيها يولي يتحملها المتقاعد هذا ياسر إضافة إلى 9.2% يدفع فيها ما هو بطبيعته راهو ياسر به الوقت الحاضر السيد الرئيس مشكور خرج مرسوم ووقف الاقتطاع هذا لكن إلى متى يلزمنا نص تشريعي نص تشريعي صادر مجلس النواب فمني يبين الحاله هذه ويحمي الناس الكل يحمي الصندوق يحمي وزاره الشؤون الاجتماعيه ويحمي المتقاعد فهمني واحنا نطالبوا كمتقاعدين الكل مش كعسكريين فقط يلزمنا نص تشريعي للغرض خلنا نتهناو من كلمتها وباش يرجعوا يقصونا وباش يرجعوا يقصونا ثاني حاجه 1% خذوه ابتعالة انهم باش العفو التشريعي العام الخاص بعوان الديوانة والامنية به نتصور فات المدة نتاعو علاش مازال متواصل 1% الثاني خذوه لتصليح الصناديق الاجتماعية دعم الصناديق الاجتماعية الصناديق الاجتماعية دعمت وكملت ابارامون حسب بعض
أقاويل، وأنا 1% تحاول رئيس الحكومة. ما نتصورش أن رئيس الحكومة محتاجة باش تنحي من المواطن 1%. نقولوا له السيد رئيس الحكومة رجع لنا 1% على الأقل الثانية. واضح. 1% راهو يعمل تعاون. أي. تعاون متقاعد. أي. وخاصة ضعاف الحال. واضح. فهمتني. زيادات في الأجور. المتقاعد ما ياخذهاش اوتوماتيك. بعد 6 و7 شهور وبعد عام راه مش معقول. المباشر ياخذها ويتمتع بها ومتقاعد يقعد يستنى. فهمني؟ يلزمنا حل جذري للموضوع هذايا. ما نتصورش أن الدولة معناها ما عندهاش الحلول الكافية. إذا هذوما أهم المطالب. هذه أهم مطالب. أهم المطالب. باش تصلح الوضعية على الأقل شوية نتاع المتقاعد. خاصة استرجاع الـ 1%. ماذا بينا الزوز احنا. واضح سي جمال. احنا ان شاء الله في فرصه قادمه تعاود تجيب حذينا ان شاء الله اكثر تفاصيل إن الله. وان شاء الله تجينا بوعود يكونوا سمعونا صوت الاشراف ان شاء الله وتفاعلوا معاكم علاش ليه. مشكور جدا على الحضور بحذينا سي جمال عامر نائب رئيس جمعيه العسكريين المتقاعدين. سهيثم صالون في كلمه. ان شاء الله تكونوا حاضرين معنا وان شاء الله تستفيدوا من البدايه في الحضور في الصالون نتاعنا وعلى الاقل شويه من البطاله نتاعكم تتحقق ولا نجموا توصلوا اكثر في الصالون نتاعنا ان شاء الله. مدام ايناس. إن شاء الله حبيجة بركة دي كونسلتاسيون ريغوليير شي لوفتالمو. ما نحقروش مواعيدنا عن طبيب العيون. للناس كلها. للناس الكل وسيرتو العبيد اللي عندها أمراض مزمنة. مشكورة جدا. الناس محمودي أخصائي تقويم البصر مشكورين ضيوفي الكل. حوار كامل تلقاوه على قناة يوتيوب إكسبريس أف إم. هكا نكون وصلنا نهاية برنامجكم الأسبوعي لاج دوغ. تحية كبيرة لسيرين في الإخراج، سليم في الإخراج الرقمي. أنا ما بقى لي كيمش نقول لكم لبنى بدأ في الأمان وباي باي.